الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما، إنك على كل شيء قدير. نرحب بضيوف مجلسنا المبارك، مجلس الخميس الثقافي لهذا اليوم، الذي نستضيف فيه الدكتور عدنان القطان ليلقي علينا محاضرة بعنوان اتفاقية بورتسموث وكيف تصدى لها الشعب العراقي، فليتفضل. جزاه الله. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا الأكرم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ولا وزد لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا، الحقيقة كانت في زيارة إلى الأردن، وشكرا جزيلا للدعوة المباركة التي تفضل بها أخي العزيز الدكتور مثنى والإخوان، فجزاهم الله خير الجزاء. بدءا ذي بدء، لا بد من التساؤل في موضوع مهم وحيوي يتعلق بواقع حالنا هذا اليوم. هل استطاع الشعب العراقي إسقاط الرهان البريطاني قبل 7 عقود من الزمن؟ وهل كانت الوثبة المباركة عام 48 لفئة معينة أو شريحة معينة من المجتمع العراقي أو الشعب العراقي؟ كيف كان تعامل السلطة الحاكمة آنذاك؟ وهل استطاع الرهان إسقاط كل ما كان يجول في فكر العقل البريطاني من تصرفات لشيء جديد في المنطقة؟ لابد كما نعلم جميعا، لابد من فرشة تاريخية قبل الولوج في موضوع معاهدة بورتسموث. كما نعلم جميعا أن أواخر العهد العثماني قبل 100 عام كان العراق تحت العهد العثماني إلى 3 ولايات، هي ولاية الموصل وولاية بغداد وولاية البصرة، وفي بعض الأحيان كان هنالك يحدث ولاية رابعة، هي ولاية شهرزور. عندما بدأت الحرب العالمية كما نعلم أن العراق يتمتع بموقع استراتيجي مهم وثروات اقتصادية عالية، كان لابد من البريطانيين من احتلال العراق، لأن كما يقول الرحالة العرب والأجانب، من يتسلم مفتاح العراق يتسلم مفتاح المشرق جميعا، وهذه حقيقة واقعة وإلى يومنا هذا. فقرر البريطانيون احتلال العراق، فدنست أرض العراق الطاهرة قدم أول جندي محتل بريطاني في 6 تشرين كان عام 1914، لكن لم يستطع أن يحتل العراق إلا بعد مرور 4 سنوات من الفاو إلى الموصل، وهذا كما نعلم جميعا بسبب التصدي البطولي لأبناء الشعب العراقي عندما أعلن الجهاد المقدس وموقفهم البطولي في التصدي للمحتل البريطاني. بعد الاحتلال البريطاني استكماله حدثت ثورة 20، وكانت هي الفيصل. فلو نلاحظ الآن في الفترة الزمنية، لماذا صبر العراقيون 28 عاما حتى تقام 48؟ لما معنى هذا نتوقف مليا ونحلل الشخصية العراقية. هل ترضى الشخصية العراقية أن تبقى على ضيم؟ هل ترضى الشخصية العراقية أن تقبل الظلم إلى ما مدى طويل؟ كلا، وهذا ما موجود الآن وما نلاحظه. إذن الشخصية العراقية تصبر لكن ترفض الضيم وتقوم، ويقفون وقفة رجل واحد، وهذا ما حدث في وثبة 48. الحقيقة البريطانيين شافوا أن العراقيين لا يمكن انقيادهم،
العراقي قائد، العراقي قائد ولن ينقاد أبدا عبر مراحل التاريخ منذ قبل الميلاد وإلى يومنا هذا. ده الحظ أنه انتقلت المرحلة بعد ثورة العشرين إلى الانتداب، والانتداب البريطاني اللي أسس أول حكومة بقيادة برئاسة عبد الرحمن نقيب أشراف بغداد، والحقيقة يشرفني أن يكون أستاذنا الدكتور الأدهمي موجود بين حضورنا وهو أستاذنا وأستاذ جليل، وأيضا كانت رسالته عن المجلس التأسيسي العراقي من لندن، فالحقيقة راح يعني هو أستاذنا ونعتز به كثيرا. الموضوع حدثت المعاهدة العراقية البريطانية، حقيقة صك الانتداب وضع لأسباب كما نعلم أن السايكس بيكو طوروها في معاهدة ساريمو. ليش؟ لأن وعد بالفور لازم يتنفذ ضمن التقسيم لسايكس بيكو أن الموصل تابعة للنفوذ الفرنسي وأن فلسطين تحت الانتداب الدولي لأن مكان مقدس للديانات الثلاث. اللي حصل أن بريطانيا يجب أن تنفذ وعد بالفور. كيف؟ دخلوا في مفاوضات البريطانيون والفرنسيون توصلوا إلى اتفاق. هذا الاتفاق يكون على الشكل التالي: أنه إعادة الموصل إلى العراق وإطلاق نفوذ فرنسا في بلاد الشام، على الرغم من أن البريطانيين كلفوا موجود حكومة دمشق العربية بإدارة الأمير فيصل ابن الحسين. ويكون إشراف بريطانيا على شرق الأردن وعلى العراق وعلى فلسطين، وهنا نفذ وعد بالفور. معاهدة 1922 هو إفراغ لصك الانتداب كامل، الاحتلال والانتداب في المعاهدة. لكن العراق هدد كما نعلم جميعا أنه ليلة 10 حزيران 24 أبلغ وكيل الحاكم المدني العام بالعراق الملك فيصل: إما توافقون على المعاهدة تقروها في المجلس التأسيسي أو نعيد الاحتلال مرة ثانية. فجاء ملك فيصل قال لهم لأعضاء مجلس التأسيسي العراقي: لا تجعلون فيصل معلقا ما بين السماء والأرض، إما أن توافقوا أو ترفضوا، إذا رفضتم ما هو البديل بالنسبة لكم؟ لا عندكم إلا فوج واحد اسمه فوج موسى الكاظم، كيف نقاتل دولة عظمى؟ اثنين، راح تروح مننا الموصل، وسمى الموصل رأس العراق وقال إذا انقطع الرأس عن الجسد كيف يعيش الجسد بلا رأس. فحصلت الموافقة بالأكثرية البسيطة لأن كان الحضور 69 قسم استكف عن التصويت، وحضر 37 مصوت للمعاهدة وسارت المعاهدة. بعد 26 هي نفسها إفراغ للمعاهدة، لأن تعرفون توصلوا إلى اتفاق معاهدة سيفر في قضية مسألة تركيا ومطالبتها بولاية الموصل، فتوصلوا إلى اتفاق وثبتوا الحدود، فصار تعديلات مع إعطاء 10% من حصة نفط العراق إلى تركيا ضمن 25 سنة. بعد أرادوا أن يجددون المعاهدة عام 27 ثم تأجلت إلى 30. في 13 كان عبد المحسن السعدون، عبد المحسن السعدون ما قدر لأن مظاهرات كثيرة لعدم إقرار معاهدة جديدة، فالرجل انتحر في 13 ثاني 1929، وهي أول ظاهرة انتحار سياسي في العراق. ومعروفة رسالته إلى ابن علي، وكتب باللغة التركية لأن كانت لغة المثقفين آنذاك، هم كلهم خريجين الدولة العثمانية. قالوا يا ابني، بما معناه مختصر للرسالة، أنه الإنجليز يريدون والشعب يريد، وأنا يحسبون الشعب يظن أنه أنا خائن لوطني، أنا المخلص الأمين لبلدي، وانتحر. بعد كل في الحقيقة عام 1930 نوري السعيد بتشكيل أول وزارة له، ونوري السعيد عقلية معروفة و يعني أدار السياسة العراقية إلى عام 14 تموز 58، وتسلم رئاسة الوزراء 14 مرة،
وأصبح وزير ما بين دفاع وخارجية ورئيس مجلس أعيان 35 مرة. الحقيقة أقر معاهدة 30 اللي مدتها 25 سنة، ونلاحظ لو نجمع 35 زائد 25 نلاحظ أنه دخولنا بحلف جديد هو حلف بغداد. سارت الأمور خلال عقد الثلاثينات بعد وفاة فيصل الأول ومجيء ابن غازي شباب كان موقفه من القضية الفلسطينية والكويت. فالسفير البريطاني عام 37-38 قال هذا المليك الشاب إما يقف عند حده أو بسكت، فاندعم بهذه السيارة. ولحد الآن شو اسمه، لأن سندرسون باشا هو اللي كتب التقرير الطبي في هذا الموضوع، وأصبح عبد الله بن علي وصي على الملك فيصل الثاني اللي كان مواليد 35 عمره لا يتجاوز 4 سنوات. دخل العراق في الحرب العالمية الثانية، حركة رشيد عالي الجيلاني والعقداء الأربعة والشاب محمد يونس السبعاوي رحمه الله جميعا كانوا أبطال، أرادوا أن يتخلصون من الهيئة من البريطانية، لكن بنود 1930 رأسا دخل الجيش البريطاني وأنهى، وأصبح هنالك احتلال بريطاني ثاني للعراق. عام 41 احتلنا مرة ثانية بالكامل، انتهت السيادة العراقية. انتهت الحرب، أعلن الوصي عبد الله في خطاب فتح الحريات وأعلن السماح لتأسيس الأحزاب وحرية الصحافة، لكن مقيدة، والدليل أنه سمحوا لخمسة أحزاب هي حزب الاتحاد الدستوري اللي يرأسه نوري السعيد، ومن ثم حزب الاستقلال اللي كان حزب علني معارض يرأسه محمد مهدي كبا والنائب ماله فائق السامرائي والسكرتير محمد صديق شنشل وباقي القيادات من حزب الاستقلال، والحزب الوطني الديمقراطي اللي هو انشطر من كانوا بالوسط الثلاثينات يعرفون بجماعة الأهالي اللي يقودهم عبد الفتاح إبراهيم، واللي انشقوا إلى عدة أقسام، أصبح قسم منهم شيوعيين وقسم منهم أسسوا الاتحاد الوطني وحزب الشعب والحزب الوطني الديمقراطي اللي يرأسه كامل الجادرشي ومعانه المحامي حسين جميل ومعانه محمد حديد. هذه المجموعات حقيقة الأحزاب وافقوا له، لكن نلاحظ أنه سمحوا بحرية الصحافة لكن لم تطول دائما، لم تمضي سنتان حتى أن بدت ظاهرة إقرار تقسيم فلسطين، ظاهرة التقسيم بدت الشعب يتململ، بدت مظاهرات، فصار توجيه بدءا من وزارة أرشد العمري 46 قالوا لهم الآن اعملوا ما يلي: حملة للإقصاء، حملة للاعتقالات، حملة لكم الأفواه. لم يستطيع أرشد، استقال، ثم جاءت كلف نوري السعيد بوزارته التاسعة. نوري السعيد بدأ بالاعتقالات تحضير، لأن البريطانيين بعد الحرب العالمية الثانية شعروا أن اقتصاد منهار وظهور قوة جديدة في العالم هي الولايات المتحدة الأمريكية، فأرسل رئيس وزراء بريطانيا إلى الأمريكان، إلى الرئيس الأمريكي، بلغوا أنه نحن العراق عندنا و إيران، أنت بالنسبة لكم السعودية والخليج. ليش؟ لأن ظهور قوة متنامية جديدة هي الاتحاد السوفيتي، يتقاطع فكريا معهم. الاتحاد السوفيتي من روسيا القيصرية هدفهم الوصول إلى المياه الدافئة وهي مياه الخليج، إذا لازم يعملون سد منيع جدا بعدم السماح للروس بالوصول إلى المياه الدافئة أي مياه الخليج العربي، وهي لحد الآن السياسة قائمة. هذه في ظل هذه الأجواء كلف الأمريكان اختاروا البريطانيين العفو اختاروا نوري السعيد أن يهيئ لمعاهدة جديدة تضمن بها هذه الأمور، تضمن أن النفط نفط العراق يكون خاص لبريطانيا. اللي حصل أنه بدت المظاهرات، أبلغوا البريطانيين
نوري السعيد بالاستقالة واختار لك شخص، اختار صالح جبر. صالح جبر على الرغم من أن الأحزاب المعارضة والشعب لم يرضى بهذه الحكومة، لكن اختاروها وأعلن أنه من ضمن تعديل المعاهدة عام 1903 اللي طالب الشعب بإلغاءه. سافروا إلى لندن ومعه الدكتور محمد فاضل الجمالي وزير الخارجية، ومعه شاكر الوادي. بعد مفاوضات مع وزير خارجية بريطانيا بيفن توصلوا إلى اتفاق، وكان الحوار في مدينة بورتسموث ميناء إحدى مدن بريطانيا لندن، وتم التوقيع قبل التوقيع في يوم 6 كانون الثاني 1948. أعلن في مؤتمر صحفي محمد فاضل الجمالي أن هنالك توقيع لمعاهدة جديدة ستحظى برعاية واهتمام وموافقة الشعب والبرلمان، لكن الأحزاب المعارضة والشعب خرج بمظاهرات تصدي لهذه المعاهدة. زين، الآن الشعب أمام حالة جديدة. كيف تعامل الشعب وكيف تعاملت الحكومة؟ الحكومة تقسم إلى عدة أقسام، راح نلاحظ أنه قسم من يلعب ما يسمى بالسياسة سياسة الحمائم والصقور. صالح جبر وطاقم الحكومي اللي كان توفيق النائب وزير داخلية ووكيل وزير دفاع لعبوا دور الصقور في التصدي، يعني نفس الأسلوب، هو أنه سنسحق هذول المتظاهرين، هذول الرعاع، هذول كذا هذول كذا. فبدت هذا اللي دخل على الخط هم الطلبة الثوريين، الطلبة دم حار، شباب مندفع، طلاب الكليات والمعاهد، وكان لهم دور كبير مع فئات المجتمع الأخرى. فبدت المظاهرات، أول طالب انقتل اللي هو قيس شمران على أثر جودي شيعون من مدينة الطب، كانت المستشفى هناك. القوات بأمر من وزير الداخلية التصدي لها بالنار، انجرح كثير من الطلاب، فظهرت مظاهرة، استقال أساتذة كلية الطب على هذا القرار، الهيئة التدريسية بالكامل استقالت احتجاجا على تصرفات القوات الأمنية، الشرطة والجيش لم يتدخل حتى نكون أمينين لحد هذه اللحظة. على أثر استدعى الوصي عبد الله شخصيات استشارة، ليس الموضوع يخصه شخصيا، قام باستشارة دعوة رؤساء الوزراء السابقين، يعني أولا دعا السيد محمد الصدر وحمد الباجتي وجميل المدفعي وأرشد العمري ونوري السعيد، 25 شخصية. قال يا أبا تعالوا نصل إلى نتيجة. وحاضر الطاقم الوزاري برئاسة جمال بابان اللي كان وزير عدلية وكيل وزير رئيس وزراء، لأن رئيس الوزراء بلندن. اتوصلوا الاتفاق مع عدد الطاقم الحكومي إلى أن الشخصيات هذه بالإجماع رفضت المعاهدة جملة وتفصيلة، ويجب أن نوقف المعاهدة حتى نوقف الشارع. فعلى أثر الوصي عبد الله صدر بيان قال نحن لا نوقع على أي اتفاقية ما لم تلبي طموحات الشعب وتلبي المطالب الوطنية للعراق. فمد الشارع مع أيضا إطلاق سراح، لأن صار إجراءات. الحكومة إيش عملت؟ توفيق النائب كان وزير داخلية، أولا اعتقل أساتذة، اعتقل صحفيين، غلق صحف، اعتقل طلبة. زين، ونفذوا قسم من حكم الإعدام، وأربع ضباط أكراد كانوا انهزموا إلى حركات الشمال وألقوا القبض عليهم، نفذوا حكم الإعدام بهم، ونفذوا أيضا صدروا أحكام إعدام بحق قسم من الحركات الوطنية مثل منهم قادة الحزب الشيوعي. اللي حصل أنه هاي الإجراءات كلها اتخذوا قرار بإطلاق سراح، وهذه هدى الشارع يوم، وظل تكتيم على المعاهدة. يوم 15 كانون أعلنوا توقيع المعاهدة. صالح جبر أرسل نسخة جمال بابان
بالنسخة باللغة الإنجليزية، قال له ترجمه واعلنه. الصحف البريطانية أعلنت المعاهدة، هذا سوى أعلنها هي كما هي، فثارت ثائرة الشعب العراقي بمختلف من أحزاب سياسية معارضة وشخصيات وطلبة وكل شرائح المجتمع جملة وتفصيلة، حتى الزعامات الدينية كان لها موقف ضد المعاهد. اللي حصل، فقدوا السيطرة لأن صدروا بيان التصدي للمتظاهرين وسموهم بالرعاع ومندسين، وهو صرح من المؤتمر الصحفي من لندن، ها قال هذولا نازيين، اتهم القوميين بالنازية، وهذولا شيوعيين، وهذولا رعاع، وهذولا يضحكون على الطلاب. يعني في مؤتمر صحفي في لندن عملهم شلون طلعهم، يعني فد ناس هيك. يعني هذا الحقيقة، هذا اللغة، هذا الأسلوب على مدى الدهر غير ناجح. أنا أصل للحقيقة، ما يجوز أنا قاعد في برج عاجي وأتصرف هذه التصرفات ونتائجها هذه. بدت مشاورات من قبل الوصي مع شخصيات ومجلس الأعيان، عاد صالح جبر إلى العراق، وصل ولم ينزل في مطار بغداد خوفا، وإنما نزل في مطار الحبانية ووصلته قوة كبيرة إلى قصر الملكي إلى البلاط. على الفور اجتمع، قدم طلب إلى الوصي يقول فيه اسمح لي خلال 24 ساعة أرجع هيبة الدولة باستخدام القوة المفرطة مع هؤلاء الرعاة. وكان الحضور الموجود كلهم اعترضوا على تصرفاته ولن يقبلوا بهذا. مع هذا، لأنه تعرفون أكو هيمنة بريطانية، شون الهيمنة تصير عبر التاريخ، يعني الآن أكو هيمنة، فما يقدر أنه يبقى هذا. أمر بريطانيا أن يبقى صالح جبر، صالح جبر نزل على الشارع، نزل القوة ووزع قوات الشرطة، واتخذوا من جامع حنان على السطح الأسلحة، ومن جامع العاصفية بالسافة على السطح، وكان الجسر وجسر مود بعدين جسر المأمون، ثم أصبح فيما بعد بسبب الحادث دفع عدد كبير من الشهداء جسر الشهداء. فعبروا الطلبة أرادوا أن يلتحمون بالجهة الأخرى، وبنصف الجسر قادتهم فتاة سميت ولقبت بفتاة الجسر، كانت بطلة جدا. عبروا الجسر، في وسط الجسر صدوا لهم بالنار بإطلاقات حية، وهم مظاهرة سلمية ليس لهم إلا أن ينادون بحرية العراق، حرية القرار، استقلال بلدهم، لا يريدون شيء. فسقط عدد كبير من الشهداء ومئات الجرح. هذا الموقف بدأ يطالب بالتهدئة، ازداد الموقف صعوبة، أدى إلى اجتماع في البلاط بحضور نوري السعيد ومحمد الصدر، فتوصلوا إلى اتفاق أن مع استقالة النواب، نواب الجبهة الدستورية كانت تسمى، وأعلن عبد العزيز القصاب رئيس مجلس النواب أن نواب الجبهة الدستورية أعلنوا استقالتهم، وهم معروفين حوالي 15 نائب معارض، وأيضا استقال 3 وزراء اللي هو وزير المالية يوسف رزق غنيمة، وجمال بابان وزير العدلية، ومحمد عبد الوهاب وزير العمل. فطلب عبد الإله من أحمد مختار بابان رئيس البلاط ديوان البلاط الملكي أن يتصل بصالح جبر ويقدم الاستقالة، لأن لا مفر منه، لتهدئة الشارع وتنفيذ مطالب الشعب، واللي هي أولا إسقاط الحكومة، اثنين حل البرلمان، لأن البرلمان لم يتكلم إلا فقط 15 نائب. اللي حصل أن استقر الحالة، صدر بيان وتعويض الشهداء ومحاكمة من قام بمن أصدر أمر إطلاق النار.
وفعلا شكلت لجنة هيئة تحقيقية برئاسة عضو محكمة التمييز العراق عبد الوهاب التكرلي وعضوية عدد من المفتشين العدليين. وأيضا محمد الصدر لم يستطع أن يستكمل، بدت انتخابات جديدة لمجلس النواب، وعقد مجلس النواب عام 48 الدورة 12 جلسته الأولى، وبدأ يتحدث بعض النواب. الحقيقة يعني راح أذكر النص لأختر الثلاث نواب تكلموا عن موضوع الانتفاضة. المتحدث الأول كان النائب عبد الجبار الجومر، وجه انتقادا شديدا لطبيعة الحكم في العراق، ووصف الانتفاضة المباركة سماها بأنها تخفي وراءها معاني كثيرة، وقال تتصل بشيئين أساسيين هما الديمقراطية المنافقة والديكتاتورية المؤقتة، وصف بوصفين، سماها أنه سبب الانتفاضة وجود الديمقراطية المنافقة والديكتاتورية المؤقتة. واختتم حديثه في قال، وهذا هو المهم، قال أن المجالس النيابية تمثل الأمة، والأمة التي لا تثق بمجلسها النيابي ولا تعتقد أن لها ممثلا ولا تحس بوجوده تنفجر في الشوارع. إذن البرلمان وين يصبح؟ بالشوارع أو على ضفاف الفرات أو على جبال الشمال. فقال إن الشعب انتبه ووعى ودلل على ذلك واثبت كانون الثاني 48 التي أسماها بالثورة المباركة الكبرى. النائب الثاني في جلسة، كان عندهم جلسة للرد على خطاب العرش في 28 تشرين الثاني 48، فتحدث قال إن الوثبة الوطنية هذه ترجع جذورها وأثارها إلى أسباب عميقة، وأن أول هذه الأسباب أن الأمة بدأت تفهم وانتبهت عما كانت عليه من قبل. قال صحيح أن معاهدة بورتسموث كانت سببا أساسيا ومباشرا للوثبة، إلا أن الوثبة كانت أبعد في أسبابها من معاهدة بورتسموث. والإصلاح لا يكون بإخراج موظف أو وزير أو تبديل نص طاقم وزاري أو تبديل نص الوزارة، هذا يقول ما علاج، لم يكن علاجا، لأن ذلك لا يعطي النتيجة التي يريدها المجتمع والشعب ويحرص عليها كل الحرص. وأكد على تطبيق العدالة في المجتمع وجعل مكانة للشهداء. أما النائب الآخر وكان وزارة كلف مزاحم الباتشي كان رئيس وزراء، طلب من، كان المتحدث هو محمد حديد، طلب من أمام مجلس النواب أن يجاوب بسؤال شفوي إلى رئيس الوزراء، لأن تعرفون حضراتكم أن مجلس النواب في العهد الملكي ليس كما الآن. مجلس النواب كان يعقد 3 أيام في الأسبوع، رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء يحضرون شخصيا بالكامل، لأن أكو هنالك أسئلة شفوية وأكو أجوبة وتحتاج بعض الأمور، فكان يحضرون بالكامل، الطاقم الوزاري يحضر بالكامل. بما أن حكومة صالح جبر قامت في حوادث كانون الثاني الماضي بإطلاق النار على المتظاهرين في الحركة الوطنية التي أدت إلى رفض المعاهدة جبر فيفن الجائرة، ووقع بسببها قتلى وجرحى شهداء كثيرون، تعتبر تلك الحكومة مسؤولة عن إراقة الدماء الزكية، مما يستلزم إنزال العقاب بالذين أصدروا أوامر إطلاق النار على أبناء الشعب العراقي في تلك الحركة المباركة، كما طالب بنتائج التحقيق بهذه المسألة. وقال طبعا هنا هو يقصد شيء، قالوا هل شمل التحقيق الذي قمتم به الوزراء المسؤولين عن تلك الأعمال الهجمية المخالفة للقوانين والقواعد الإنسانية
وهنا يقصد أن مزاحم الباجتي أجرى تعديل وزاري أدخل بينه أحد المفاوضين الرئيسيين في المعاهدة بورتسموث اللي هو شاكر الوادي. إذن يتضح لنا أن الشعب العراقي بموقفي أسقط كل رهانات الإنجليز، أسقط الحكومة، أسقط البرلمان، جعل الأمور تعيد توازنها، ولهذا أسقطت المعاهدة. وكما نعلم أن صار تطورات جديدة في المنطقة اللي هي تدخل في موضوع نشوف أن بدت الأحزاب تطالب بتأميم النفط عام 51، ثم حدثت انتفاضة تشرين 52 واللي أدت إلى قيام حكومة عسكرية بقيادة الفريق نور الدين محمود، ثم دخول العراق في حلف بغداد اللي كان أصلا موجه ضد الاتحاد السوفيتي، كما قلت حزام اللي ضم باكستان، أفغانستان، إيران، تركيا، العراق. الحركة يعني الحقيقة اتسمت حركة أو وثبت كانون بميزات. أولا اتساقها وشمولها، أولا اتسمت بالاتساق والتنسيق والشمولية، لم تكن مقتصرة لا على الطلبة ولا على العناصر المثقفة ولا على الأحزاب، وإنما شملت كل شرائح المجتمع. ثانيا شملت كل أبناء الشعب العراقي من أقصى إلى أقصى. كانت حقيقة حركة شاملة جارفة هزت أعماق الجماهير الشعبية، ولم تكن تقتصر على العاصمة وإنما شملت كل محافظات العراق. ونلاحظ أن الشعارات والمطالب التي تسير تحت لواها المظاهرات كانت طبعا كلها متشابهة في المعاني والأهداف. وأيضا أدخلوا يعني موضوع فلسطين في هذا الجانب. حقيقة هنالك رواية يعني لم تستحق أن نذكرها، أن اليهود كذا وقاموا بتغيير مسار التظاهرة لفلسطين. لا، حقيقة من ضمنها أنه طالبوا بالاستقلال التام لفلسطين وباقي الأقطار العربية المحتلة، وأيضا محاكمة الوزراء اللي شاركوا، وكل هاي النقاط اللي ذكرناها كانت تحققت، وتحسين الوضع الاقتصادي وتفعيل مجلس النواب. حقيقة أيضا من الذين استشهدوا كان جعفر الجواهري، شقيق الشاعر الكبير محمد مهدي الجواهري، فكان في المظاهرات اعتلى منصة تجمع جماهيري كبير في جامع الحيدر خانة ببغداد، وألقى قصيدة سماها قصيدة الشهيد، وكان ردا على بيان صالح جبر الذي وصف المتظاهرين بالرعاع. هي يعني حقيقة قصيدة طويلة جدا، لكن هو كان يخاطب الجميع، العراق، ويخاطب يحرض العرب على الحكام، والطلبة يحييهم، والشعب الثائر، والشهداء. فاخترت بيتين يعني تعذروني حتى لأن سبب عامل الوقت وعدم إزعاج حضراتكم، أنه هو بيان الحكومة بالرعاة وخاصة الشهداء. فيقول بما معناه، تعذرنا شوية يعني بالشعر، يقولون من هم أولئك الرعاء؟ يقول من هو أولئك الرعاء؟ يقول فأفهمهم بدم من هم. إذن أولئك الرعاة هم الدم، دفعوا دم. وأفهمهم بدم إنهم عبيدك أن تدعهم يخدموا، وأنك أشرف من خدهم وكعبك من خده أكرم. هذا رد على صالح جبر. الحقيقة أعتذر للإطالة، بس عندي والرباط للموضوع حتى شو اسمه، أنه كان هنالك مثل شعبي عراقي قصته باختصار، أن رجلا كبير السن بالعمر تزوج من امرأة صغيرة السن اسمها منات، فكان إذا ذهب إليها رأت الشيب في لحيته فتقوم بنتفه وتقول له هذا الشيب يظهرك كبير السن،
وإذا ذهب إلى زوجته الأولى المسنة واسمها حانة تقول له الشعر الأسود في لحيتك يذهب عنك الوقار، فتقوم تنتفه. ويعني نتفوا التنتيف واستمر الحال هكذا حتى ذهبت لحيته بالكامل. فلما نظر إلى نفسه في المرآة قال: بين حانة ومانة ذهبت، ها؟ ضاعت لحانة. وشكرا جزيلا للي طالعته. جزا الله خيرا الدكتور عدنان القطان على هذه المحاضرة الشيقة التي نقلنا فيها إلى التاريخ العراقي الذي يعيد نفسه اليوم. نفتح باب التساؤلات والمداخلات إن وجدت. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله. في البداية أشكر الدكتور على ما بذل أنا مقدم في هذه المحاضرة. الدكتور عدنان القطان جزاه الله خيرا والمختص في التاريخ العراقي المعاصر اختار لنا في هذا اليوم موضوعا له صلة بما يجري في العراق. الأحداث التي سمعتموها منه عن معاهدة بورتسموث وكيف تصدى لها الشعب العراقي والمراحل التي مرت بها منذ نهاية العشرينات وحتى إقرارها في نهاية الأربعينات والضعوف والملابسات والسياسات المحيطة بها وأوضاع العراق والاحتلال البريطاني المتجدد والمستمر كلها تنطبق تمام الانطباق على واقعنا المعاصر. فالاحتلال ما زال موجودا كما كان الاحتلال البريطاني يدخل ويخرج، الاحتلال الأمريكي أيضا يدخل ويخرج. التدخلات الإقليمية الكبيرة كانت موجودة وهي موجودة الآن، بل مع زيادة في النفوذ الإيراني في العراق يقرب من الاحتلال، بل هو احتلال ثاني مع الاحتلال الأمريكي. الأمر الآخر أن هناك اتفاقية أمنية، اتفاقية بورتسموث، وهي شبيهة تمام الشبه بالاتفاقية الأمنية التي عقدتها الولايات المتحدة الأمريكية كبلد 2008 مع بلد فاقد السيادة تماما العراق، والتي سميناها في وقتها باتفاقية الإدعام، ونفس الشروط تقريبا، وهي إتاحة الفرصة للولايات المتحدة الأمريكية للتصرف بالأراضي والأجواء والمياه العراقية بما يحقق المصلحة التي تريدها وتقدرها هي في كل طارئ يطرأ على سياستها العامة أو سياستها في المنطقة تحت مبرر حماية النظام السياسي والعملية الديمقراطية والدستور. وكما سمعنا من كلام وزير الخارجية العراقي الأسبق الجمهور في مجلس النواب عن الديمقراطية المنافقة، وهي شبيهة تمام الشبه الديمقراطية الكاذبة والمنافقة والمصطنعة والموغلة في دماء العراقيين الآن. ثم انتفاضة الشعب جميعا أيضا في المحاضرة تبين أن جميع فئات الشعب العراقي قد شاركت في هذه الانتفاضة، ولاحظوا حتى الأسماء تشابه الأسماء: انتفاضة، انتفاضة تشرين ثم ثورة تشرين، القوى السياسية المعارضة، الأحزاب، الطلبة، العمال، العشائر، أبناء المدن، أبناء الريف، كل الفئات الدينية والمذهبية، الجميع شارك. والمطالب أيضا كانت واحدة وشبيهة بما يجري الآن، وهي يعني نستطيع نخالفها بطريقة أخرى نقول كأنه يستنسخون شباب الساحات التظاهر الآن يستنسخون ما نادى به الشعب العراقي، ولم يفعلوا ذلك. أنه هذه المطالب الحقيقية عندما يصل الشعب إلى عتبة الانهيار التام يطالب بتغيير النظام بالكامل، مو عمليات ترقيه كما اسمها شباب الثورة. إذن تغيير النظام السياسي القائم بالكامل هكذا طالبوا 48 وهكذا هم يطالبون الآن، إقالة الحكومة، حل مجلس النواب، كل الأمور المتعلقة بهذا الموضوع. طبعا كان هناك اختلاف أنه كان هناك لم يكن هناك ملك في ذلك الوقت، إنما كان هناك وصي، فكانت القضية مختلفة قليلة عما هو موجود الآن. الآن شباب الساحات يطالبون أيضا بإزالة هذا النظام السياسي، ويركزون على رئيس الوزراء ومجلس النواب والدستور ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب جميعا والأحزاب، حل جميع الأحزاب. وقد يكون هذا المطلب زائفاً، لماذا؟ لأنها كانت أحزاب وطنية، لا توجد أحزاب وطنية في العراق، أقصد الأحزاب في العملية السياسية
لا توجد داخل العملية السياسية أحزاب يمكن أن ينطبق عليها الوصف الوطني، حتى وإن كانوا يعتقدون في دواخلهم أنهم قريبون إلى الوطنية. كل من ساهم في هذا المشروع السياسي بعد الاحتلال وإلى الآن وافق على مقدمات ومخرجات العملية السياسية وهو شريك فيها، وإن حاول الآن كما ترون من كثيرين أن ينوا بأنفسهم ويقفزوا من السفينة، ولكن هيات قضية واضحة ومكشوفة ومعروفة. ثم لاحظوا مقارنة أخرى مشابهة أخرى ذكرها الدكتور عرضا في كلمته، أن دماء العراقيين كانت تسير بموازاة أنهارهم، موازاة دجلة والفرات كما يحدث اليوم، مياه في دجلة ومياه في الفرات، ومعاركهم غالبا التحرورية كانت تجري على الجسور ومنها جسر الشهداء، والآن المعارك على الجسور، وكأنهم يريدون من هذه الجسور أن تكون جسرا لهم إلى الحرية، إلى نصب الحرية، إلى ساحة التحرير. فلاحظوا أن الأمور كلها تصب في اتجاه واحد. سير الأحداث يدل أيضا التخبط، التهور، الإجرام كما رأيتم البارحة. يعين ضابط كبير لقمع المتظاهرين في الناصرية فيحدث مجزرة يقال ثانية. طيب، الذي ذهب من أجل ضبط الأمن والنظام كما يقولون يقوم بمجزرة ويقال مباشرة ألم يكن يعرف ما يسمى برئيس وزراء المنطقة الخضراء بأن هذا الرجل سيذهب لإراقة الدماء؟ طبعا هذا كله لدرجة ضمات في العيون ولقرار الإجهاز على الانتفاضة ومن ثم قمع الثورة متخذ منذ أسابيع في غرفة العمليات المشتركة العراقية أو عفوا الحكومية الإيرانية الروسية وبمشاركة سورية، وفي على المستوى الأمني السوري وصل إلى العراق منذ الأسبوع الثاني للانتفاضة. القرار كان هو الإجهاز عليها بطريقة أخرى بمحاولة قمعها في المحافظات الوسطى والجنوبية وإبقائها فقط في ساحة التحرير وتضييق نطاق ما أمكن لمراعاة يعني قضايا دولية وإقليمية وإعلامية، يتركون شهر شهرين ثلاثة إلى أن تخبو جدوى هذه الثورة وتنتهي. ولذلك لاحظتم المحاولات العديدة لخنق المتظاهرين لساحة التحرير، قابلهم متظاهرو ساحة التحرير، بعضهم قد يقول لماذا يفرطون بأرواحهم وبنمائهم ويوسعون مساحة الانتشار؟ منذ البداية فهموا بأن القصد هو خنقه، لذلك أيضا جابه القوات القمعية باستراتيجية وهي الانتشار والتوسع. سبحان الله يحدث متغير ما في كل مرحلة يفشل هذه المخططات. إلى الآن هناك حالة صراع، القرار موجود ولكن لا يتم تطبيقه. ما حدث في الناصرية الأمس وما يحدث إلى الآن فيها وما يحدث في النجف وفي محافظات أخرى دليل على أن محاولة قمع الثورة بالقوة لن تنجح بشرط أن ينتظر جميع الشعب العراقي. الإمرأة ثكلة المكلومة اليوم في الناصرية سمعتموها عندما ننخل ابناء الغربية ابناء الرمادي. طيب، هي محافظات كثيرة موجودة قريبين عن سكان المحافظات، أهل بغداد، أهل المحافظة نفسهم ما يقصرون، والحمد لله اليوم عشائر الناصرية يعني الغزي والبدور جزاهم الله خير ما قصروا، ولكن الرسالة فيها مغزى. المغزى هو أولاً أن العراقيين جميعاً لابد يقومون، ثانياً أن هناك ثقة تامة من كل العراقيين هذه امرأة مكلومة في ساعة يعني وصول هي جاية تأخذ جثة ابنها، مع ذلك ما نست أنه تلخى العراق وتحديداً أهل الغربية والرمادي بشكل خاص. ليش؟ لأن يعني قناعة يبدو في نفوس أهلنا في الجنوب بأن أهل الغربية قادرين على إحداث الفرق. فأنا أشوف أن هذه اللحظة التاريخية انتهت توجس، انتهى الخوف، وأنا مسؤول عن هذا الكلام. قبل أسابيع البعض لا خلنا ننتظر خلنا نشوف القبضة علينا قوية، صحيح كل هذا الكلام صحيح، وإخوانكم في الجنوب عاذرينكم، عاذرين المحافظات الغربية والوسطى والشمالية عارفين كما هم لن يستطيعوا معاونتهم في 2013 بسبب الضغط الإيراني والأمريكي والإنشياوي، الضغط الموجود على المحافظات المنكوبة، ولكن على الرغم من كل هذا الضغط أكو ناس ما تعرف المعادلات، ما توازن، ما تقرا التاريخ، هكذا تريد فقط من يفك عنا هذا الحصار، هذا الضيم، هذا الظلم. فانا اعتقد بان الحساسيه قد زالت، ينبغي الان لنا جميعا وما شاء الله جميعكم يعني تمثلون هذه المحافظات الست المنكوبه، الرساله لابد تصل
لا بد يطلع صوت، لا بد تطلع أصوات. نعم الآن ينتهزون كثير من إخواننا، في شفنا قبل يومين ينتهزون فرصة فوز الفريق العراقي لأجل الخروج بحجة الاحتفال بالفوز للتظاهر وتأييد إخوانهم في بغداد وفي المحافظات الأخرى. نحتاج أنه نزيد نسبة هذا التعاطف، لأنه إذا مضت الأمور في الناصرية وغيرها على هذا المنوال وتم الإجهاز على الثورة سنندم ساعة على عدم القيام بالواجب كما ينبغي. وهنا ملاحظة، الاتفاقية الأمريكية كما الاتفاقية بريطانيا مع نفسها أتاحت للأمريكان الآن أن يأتوا للعراق جهنات الرئيس الأمريكي، جاء رئيس هيئة الأركان المشتركة. ماذا فعلوا في العراق؟ مكيفين بعض الناس أنه بس خابروا عادل عبد المهدي وراحوا التقوا مع الساسة الأكراد في أربيل. هذا مجرد إجراء تأديبي، الدول تتبع هذه الإجراءات، ولكن أكو اتفاقيات ثانية. مثلا انتقدوا الأوضاع في إيران، ولكن قالوا إحنا حريصين على وحدة إيران وعلى انهيار النظام السياسي. وشفت الآن أجهرت المظاهرات في إيران. لماذا؟ لأن أمريكا ما كانت تريد هذه المظاهرات أن تستمر، لأنها ستقوي الحالة في العراق كما أن الحالة في العراق قوت حالة الثائرين في إيران. فإذا جاء مسؤول السياسة الأول الأمريكي، جاء المسؤول العسكري الأول الأمريكي لإقرار بنود الاتفاقية، اتفاقية الإدعام وإعطاء الضوء الأخضر لعادل عبد المهدي ومن معه بالإجهاز على الثورة، ولكن بالطريقة الهادئة التي لا تثير العالم والتي تضمن فرض شروط أمريكية لتصحيح كما يقولون مسار العملية السياسية لصالح الأمريكي في مقابل الإيراني مو لصالح العراقيين. فإذا هناك اتفاق روسي إيراني حكومي سوري أمريكي على ما يجري، والدول العربية وأقول بكل أسف وبكل مرارة وتركيا كذلك، أما الجامعة العربية فلا تتحدث عنها. الكل لا يريد لهذا النظام السياسي أن يتغير لحسابات مصلحية خاصة محصورة بكل دولة بكل إقليم بكل قوة فاعلة. إذا المعول على من؟ المعول على الشعب. فلنجعل من هذا ما حدث اليوم في الناصرية منطلق لتعزيز هذه الثورة. نعم هذا الكلام قد يترتب عليه أشياء معينة، قد يسبب إحراج ما لنا ولآخرين، ولكن ينبغي لنا في هذه اللحظة أن نقول كلمة الحق. بارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله خيرا.